السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي 5. عدى تقريبا 10 سنين على اصدار لعبه جي تي اي 5، ولكن لسه اللعبه عندها شعبيه كبيره جدا وبيلعبها ملايين اللاعبين في كل مكان في العالم. جي تي اي 5 تم تصنيعها في الاصل باستخدام اصدار مستقبلي للنسخه اللي بعدها، وفضل المطورين والمودات اللي ملهاش نهايه هتخلي جي تي اي 5 عمرها ما تنتهي ابدا، وبالاخص مودات الجرافيك اللي ممكن تغير مفهوم اللعبه بالكامل وتحسنها. علشان كده في فيديو النهارده هنشوف مع بعض افضل 5 مودات جرافيك في الوقت الحالي لجي تي اي 5. ما تنساش تدعمنا باللايك شير والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك، واسيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. هنتكلم في الفيديو ده بكل عشوائيه بدون اي سكريبت مكتوب، وهنقول راينا في كل مود جرافيك. هنبدا من مود الجرافيك رقم 5 الى رقم 1، والترتيب ده هو بناء على وجهه نظري الشخصيه. وهنبتدي بالمود رقم 5 اللي انتم شايفينه دلوقتي اللي هو ميك فيجوال جريت اجين. زي ما انتم شايفين كده مود الجرافيك ده ويعتبر مظلم شويه، ولكن انا بسميه بمود الجرافيك الازرق، لان المطورين اللي اشتغلوا عليه اهتموا جدا بشكل السماء والسحاب والكلام ده كله. فمن واضح ان مع اهتمامهم بالسماء والانعكاسات فحصل ريفليكشنز من السماء على الارض. فزي ما انت شايف كده في المطر، السماء دلوقتي حاليا باللون الابيض، فمع المطر والريفليكشنز الجرافيك انت شايفه باللون الابيض، وهنا السماء كلها صافيه كلير، فتحس ان الجو او الطقس بتاع اللعبه دلوقتي باللون الازرق زي ما انت شايف كده بالظبط. وكمان ممكن يكونوا مقصرين شويه في الشجر، وده السبب اللي مخليني مصنفه رقم 5 بالنسبه لي. حتى في الليل برضه هو يعتبر عتمه نهائي، ومفيش برضه اي انعكاسات قويه في الليل زي ما انت شايف كده. حتى برضو والجو مغيم المفروض بيبقى فيه عتمه كده في الجو، ولكن العتمه دي مش عاليه قوي في مود الجرافيك ده، علشان كده انا خليته رقم 5. مود الجرافيك رقم 4 معانا بقى مود جرافيك مفضل بالنسبه لي جدا، وهو جرافيك فيري لودد. طبعا ده تاني افضل مود جرافيك بالنسبه لي انا جربته في اللعبه صراحه، ممكن لان انا بحب البيئه الصحراويه او الطقس الصحراوي بشكل كبير. فزي ما انت ملاحظ كده شكل الشجر متعوب عليه جدا، وبرضو مع شكل الرمال الموجوده في الصحراء بصراحه جرافيك رهيب جدا من ناحيه ان هو بيهتم بالصحراء والكلام ده كله. وزي ما انت ملاحظ كده، وكمان الجرافيك ده فيه نقطه مهمه جدا جدا، ويعتبر من افضل مودات الجرافيك اللي بتهتم بالليل بشكل فظيع صراحه. اهتمامهم بالجرافيك بالليل شكله مش طبيعي نهائي، يعني تلاقي عندك الاضاءه باللون الابيض، وكمان في ريفليكشنز رهيب، تحس ان الجو مش معتم نهائي خالص في الليل، ولكن في اضاءات قويه. عندك ده برضو الجو كلير عادي، مش بتلاقي الجو عالي قوي في النقاء. وعندك هنا برضو ده الجو ممطر زي ما انت شايف كده، شكل الرعد وشكل المطر مع شكل الانعكاسات، حتى الاكزوست بتاع العربيه بصراحه عامل انعكاس قوي جدا مع مود الجرافيك ده، وده يعتبر افضل مود جرافيك انا شفته بيهتم بالليل. وكمان مود الجرافيك ده فيه نقطه كده معرفش دي اصلا يعني مطورين المود هم اللي عاملينها ولا، ولكن انا بقيت حاسس ان عصبيه البوتات فيها بقت عاليه شويه، لان بصراحه اكتر من موقف اقف قدام عربيه مثلا او اطول بسمعها مثلا الشخصيه بتاعت البوت تقول لي مثلا انت مش بتفهم انت الكلام ده كله يعني، ولا ايه بينزل بسلاح عادي ويضرب عليا نار زي ما انتم شايفين كده قدامكم. فبصراحه مود الجرافيك ده يستحق مركز افضل من كده، ولكن في مودات جرافيك ثانيه اقوى من كده في بعض النقط. وكمان بالمناسبه مود جرافيك فيري لودد ده من اخف مودات الجرافيك الموجوده في جي تي اي 5 بالكامل. المود رقم 3 معانا في فيديو النهارده هو جرافيك ان بي فيجوال. الجرافيك ده بصراحه يعني يعتبر محطم الاجهزه، الجرافيك ده تقيل جدا. انا ما جربتوش على كروت هاي اند ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا جربته على كارتي، وجهازي طبعا زي ما قلت لكم كده هو اقل من المتوسط كمان. ولكن مود الجرافيك ده اشتغل 60 فريم عادي في بعض المناطق، ولكن جت على مناطق كده الاقي دروب فريم قوي وكل الحاجات دي. الجرافيك بصراحه مخلين شكل السحاب فيه جميل جدا، مخلينه يعني تحسه 3D كده مش مجرد سحاب مرسوم وخلاص، وفي نفس الوقت تحسه فاتح كده، الاضاءه فيه عاليه بشكل عالي. وزي ما انت شايف كده برضو شكله في الصحراء وشكله مع الغروب اللي هي ده تقريبا كانت 9:18 اللي هو في وقت الغروب. زي ما انت شايف كده هم بصراحه مهتمين فيه بحاجات كتير جدا، واكتر حاجه مهتمين بيها وده السبب اللي مخلي مود الجرافيك ده تقيل جدا على الاجهزه، ان هم مهتمين جدا بالشجر. والشجر زي ما انتم عارفين في اي لعب عموما لو هم مهتمين بيه بشكل قوي بيقلل في اداء الجهاز. وده بصراحه هنا انا مجرد ان خرجت من بيت فرانكلين لقيت قدامي كومه اشجار زياده اصلا على الاشجار اللي هي موجوده، وبصراحه كان شكلهم رهيب جدا من ناحيه الواقعيه. وكمان كل طقس في مود الجرافيك ده له شكله الخاص، مفيش تداخلات مع الطقوس، وكل طقس هتقدر تميزه بكل سهوله. فبصراحه مود الجرافيك ده كويس جدا، ولكن عيبه الوحيد ان هما مهتمين بالاشجار بشكل قوي جدا، وده بيخليه ما يشتغلش على كل الاجهزه المتواضعه بكل سلاسه. مود الجرافيك اللي بعد كده بقى طبعا يعني غني عن التعريف هو ريدوكس. طبعا هو في المركز الثاني، وده مش بسبب قوه الجرافيك وكده، ولكن هو بسبب المطور نفسه اللي اشتغل عليه اهتم بكل التفاصيل. هو مش عباره عن مود جرافيك بس، ولكن ده هو حط ارتداد للاسلحه موجود، وكمان عدل على شكل الاشجار وخلى فيه واقعيه كده معاها، وممكن لو في طقس فيه هواء شديد بتلاقي
تلاقي الشجر فعلا بيتحرك بشكل قوي. وغير كده كمان هو اشتغل على سرعه العربيات وقدر يكسر الماكس بتاع السرعه الموجود اصلا في جي تي اي 5 زي ما انتم شايفين كده. مود الجرافيك ده بالنهار وبرده تحس والجو كلير بيبقى باللون الازرق انه واخد ريفليكشنز من السماء، ان السماء اصلا باللون الازرق خالص ما فيهاش اي سحاب. وبرده مع الاكستريم صاني بتلاقي الشمس بقت بتلاقي الانعكاسات على الارض بقت باللون الابيض خفيف كده شويه. فبصراحه مود الجرافيك ده من افضل مودات الجرافيك الموجوده في جي تي اي 5 بالكامل. وغير كده هو اهتم باللوحات الاعلانيه الموجوده في المنطقه بتاعت لوس سانتوس كلها. ممكن تمشي في اي مكان تلاقي كل اللوحات الاعلانيه القديمه اتشالت وتحط مكانها لوحات اعلانيه واقعيه. مود الجرافيك بالليل بيبقى معتم في المناطق اللي هي الصحراويه اللي هي الاضاءه فيها منخفضه، وبيبقى كويس في المناطق اللي الاضاءه فيها تمام. ممكن تعدل تعديل بسيط على مود الجرافيك ده هو انك تركب اضاءه ليليه باللون الابيض، وده كنا عملناه في فيديو قبل كده. صراحه هيبقى مود جرافيك رهيب. الجرافيك ده كان شغال معايا على كارت قديم كان 750 تي اي 2 جيجا، كان شغال مستقر ب 60 فريم. فبصراحه مش عارف يعني مود جرافيك بالقوه دي شغال على كارت قديم جدا من 2013 تقريبا او 2014 شغال بالسلاسه العاليه دي. فبصراحه ده كان سبب ان هو يبقى في المركز الثاني في الفيديو ده. مود الجرافيك بقى معانا اللي هو رقم واحد في فيديو النهارده هو ناتشرال فيجن ايفولفد. مود الجرافيك ده كنت استخدمته في فيديو تحويل جي تي اي 5 الى جي تي اي 6. بصراحه مود جرافيك غني عن التعريف خالص. الجرافيك نفسه وانت بتلعب كده بتحس بتغير كبير جدا في اللعبه مهما كان اي مود جرافيك انت كنت جربته قبل كده. يعني اي مود جرافيك ركبته بعدها على طول ركبت مود الجرافيك اللي هو ناتشرال فيجن ايفولفد بنسبه 100% هتحس فرق. مود جرافيك متواضع جدا، ممكن تقلل في كثافه الاشجار. هو مش مهتم بكثافه الاشجار ولا الكلام ده، ولكن هو مهتم بشكل الاشجار نفسها. تحس الشكل كده بقى واخد اللون الاخضر كانك خدت الصوره حطيتها على لايت روم ورفعت فيها اللون الاخضر. ده بالظبط كده اللي حصل في ناتشرال فيجن ايفولفد في الاشجار. مهتمين بقى باضاءات العربيات، ممكن كشاف العربيه لو في ميه زي ما انتم شايفين كده بتلاقي ريفليكشنز اضاءه العربيه كانك لابس نظاره مثلا وجت شبوره على النظاره. مش عارف افهمكم اللي انا اقصده، ولكن بصراحه مود جرافيك رهيب جدا وده من افضل مودات الجرافيك الموجوده في جي تي اي 5 وبالنسبه لي هي رقم واحد. وبعدها على طول في ريلودد من ناحيه الجرافيك اللي انا برتاح معاه نفسيا يعني. بس بصراحه مود جرافيك قوي جدا وده اللي انا معتمد عليه بشكل اساسي اصلا في فيديوهات القناه. اوقات بيعمل معاه دروب فريم بسيط لو في مكان فيه كثافه اشجار عاليه، ولكن مش نفس طبعا ان بي فيجوال، ولكن بصراحه هو مود جرافيك اسطوري جدا. وفي منه نسخ مدفوعه ونسخ مجانيه، والنسخ المجانيه انا سايبها لكم برده تحت في الوصف مع كل مودات الجرافيك دي. كل شرح مود مع طريقه التركيب هتلاقوه تحت في الوصف في الفيديو لوحده. ودول كانوا افضل خمس مودات في جي تي اي 5 انا جربتهم في سنه 2023. طبعا انا بدا القناه في شهر مارس سنه 2023 فيعتبر برده من اول السنه، وركبنا في السنه دي تقريبا 8 مودات جرافيك، كان منهم للاجهزه الضعيفه خالص، وده بصراحه انا ما رضيتش احطهم في الفيديو ده لان هم برده ما يعتبرش الافضل في سنه 2023. اما بصراحه الخمسه دول من افضل خمسه جربتهم السنه دي. طبعا في مودات جرافيك ثانيه كتير جدا وهنتكلم عنها قدام ان شاء الله، ولكن دول احنا اتكلمنا عنهم في السنه دي. وبس كده خلاص يكون انتهى فيديو النهارده. بتمنى يعجبكم، ما تنساش تعملوا بلايك وشير واشتراك، واستنونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم.